تسعة زائد ثمانية ناقص ستة ناقص اثنان زائد أربعة زائد خمسة زائد ثمانية ناقص سبعة ناقص اثنان زائد ثلاثة نتيجة عشرون. لم تتجاوز الحادية عشر ربيعا إلا أن تميزها في مجال الحساب الذهني فاق سنها. هي ابنة مدينة خنشلة، التلميذة نهى بوزيدي. سوربان أو أباكيس آلة حسابية أنشئت باليابان تستخدم لحساب عمليات من ضرب وجمع وقسمة وجذور إلى آخره. هناك عدة أنواع ومنها التخيلي، وهو الحركات التي أقوم بها هي تخيل المعداد وإنجاز العمليات الحسابية عليه. نهى احتلت مراكز ريادية ونالت ألقابا في مسابقات وطنية ودولية، آخرها المرتبة الخامسة بمصر أين شارك 470 متنافسا من 23 دولة. شاركت في البطولة العربية رفقة الأستاذة السراوي نادية، وأخيرا شاركت في البطولة العالمية المقامة بمصر أين تحصلت على رتبة ضمن بطل الأبطال. 92 عملية حسابية أجابت عنها نهى في ظرف 3 دقائق خلال المسابقة التي جرت بمصر، وكادت أن تحقق 100 إجابة لولا الخلل التقني الذي حرمها من التواصل عن بعد مع لجنة التحكيم. في الوقت اللي كانت تواصل معهم أونلاين كانت عندهم هما لازم يديروا 800 عملية في 5 دقائق، هي درت 92 عملية بقوا لها 8 عمليات. كان الوقت لو كان ما راحش الرابط كانت راح تحصل على 3 دقائق 100 عملية في 3 دقائق وتكون المرتبة الأولى بطلة الأبطال المرتبة الأولى. نهى تشق طريقها في عالم السوربان بخطى ثابتة، وهي عينة عن كثير من الأطفال الجزائريين الذين برزوا في مختلف المسابقات الدولية. هؤلاء النوابغ بحاجة للاهتمام بهم والاستثمار في مهاراتهم.